وما بعرف ايش ان نفروتك سندروم اكيوت كيدني انجري يورينري تراكت. ومع الاي جي ان هناخد كلمتين كده صغيرين عن الهيماتوري ومع النفروتك كلمتين عن البروتين. تمام، هما يعني تقريبا ست موضوعات بس اكشوالي اربعه. بدايه كلمتين في الاول، في عندكم ورقتين في اول المذكره مقدمه، يمكن يعني اول سنه يعني عشان معاه المذكرات القديمه، اول سنه نحط الورقتين دول لان هو اللي بيحط امتحان النظري بيدور على السطر اللي مش موجود في المذكره وبين الكتاب يقوم جايبه وخلاص. يعني مرشنا احنا الكلام ده فقلنا ايه، يبقى نحط الحاجات دي وخلاص، مع انه كلام سهل زي ما هتشوف. بدايه الكلى، يعني ممكن دي تحطها في الصفحه البيضاء اللي قدامك، دي مش مكتوبه. الكلى وظيفتها ايه؟ دلوقتي انا لو عايز اقول الكدني، الكدني كاتب لك في الاول it is a bean shaped structure، خلاص هدي الكلام. بعدين كاتب لك يقول لك وفي معلومات مهمه في الاطفال شويه عن البطن، يقول لك ان الكدني الطفل بيتولد بيها تقريبا اللينس طولها 4 سم، تكبر تبقى 10 سم في الادلت، تمام، وعرضها يعني 10 في 5 تقريبا، وزنها قول 150 جرام. معلومات الله اعلم ممكن يجيبها اسئله، ولكن دي معلومات بسيطه. المعلومه المهمه بقى ان الكلى لا تكتسب وظيفتها الكامله غير بعد سنتين. اتعلم عليها دي واكتب عليها ممكن ام سي كيو، انا حاططها لك في مربع. الكلى لا تكتسب الوظيفه الكامله غير بعد سنتين. طيب ايه هي الوظيفه؟ بصوا يا شباب، بصوا على الصوره دي، الكلى اهي، يعني دي شكل الكدني، الجزء ده من الكدني بنسميه كورتكس بره، الجزء اللي جوه الميدل. ولما نيجي نشوف الوحده الوظيفيه في الكلى هنلاقيها اسمها النفرون. النفرون بيتكون من الجزء ده كده، حاجه اسمها بومانز كبسول، بعدين البروكسمال كونفوليوتد، دي بروكسمال كونفوليوتد فيتيول، بروكسمال بتاع ده بومانز كبسول، لوب اوف هن، ديستال كونفوليوتد، وبعد كده حاجه اسمها كوليكتد دكت. وبعدين في جزء هنا كده في الحته دي كابيلاريز كتير كده، تمام، داخل فيها حاجه اسمها افرنت وخارج منها حاجه اسمها افرنت. هو يعني مرسوم عندك الكلام ده بتفصيل اكتر يعني في الرسم ده، تمام، محطوط لك الكورتكس والميدله، وبعدين راسم لك الجلوميريلاس وجوه البومنز كبسول وماشيه ازاي اناتوميكال وماشيه ازاي البروكسيمال، وبعد كده تنزل تحت تعمل لوب اوف هن جوه الميدله، وبعدين تطلع تاني تبقى ديستال وتكمل كوليكتنج دوت، وحواليها ملفوف الماكيلا دنسا او الجزء بتاع الكابيلاري. هي الفكره ايه؟ الفكره ان الكلى وظائفها بتنقسم لجزئين، وظائف للجلوميريلس ووظائف للتيوبيول. وسواء جلوميريلس، الجلوميريلس دوت ربنا خلقه لنا انه سيمي بيرميبل، يعني هنا شبه نفاذين او نفاذيته تختلف من ماده لماده، والحاجات بتعدي عبر هذا الممبرين زي ما خدنا زمان في الفسيولوجي بكذا طريقه، او بيحكمها حاجتين السايز والتشارج. يمكن الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله، الحته دي ما انا عديتها دلوقتي هنقولها بالتفصيل في النفروتكس، لان الممبرين ده له خواص معينه تعدي الماتيريالز بالسايز والتشارج، وخلي الكلام ده بعدين لما نتكلم عن الفروتكس. ولكن انا بعتبر ان الكلى هي فلتر الجسم بالعربي. الفلتر ده وظيفته اربعه، يعني بيتحكم في اربع حاجات نلخصهم كده في الجنب يعني. يبقى الوظيفه الكدني فلتر، والفلتر ده بيتحكم في الجسم في اربع حاجات. بيتحكم، معلش انا رسمها بعيد، بيتحكم في الفلويد بالانس، وفي البي اتش بالانس، وفي الالكترولايت بالانس، خلاص كده، واخر حاجه بيتحكم في اخراج في الاكسكريشن للويست برودكتس، تحديدا اكتر ايه ويست برودكتس دي؟ نيتروجينس ويست برودكتس. هقول مره ثانيه، اذا الكلى بتتحكم، هي الكلى بتتحكم في اربع حاجات، فلويد ووت اللي هو الووتر يعني، وفي بي اتش، وفي الكترولايت كل ده بالانس،
وفي اخراج الويست برودكتس تحديدا اكتر النيتروجينس ويست برودكتس اللي هي اليوريا. وبالتالي الناس اللي هيجي لهم رينال فيلير اتوقع ان عندهم فلويد امبالانس بيورموا مثلا اليورين اوتبوت بيتغير. طيب بيحصل لهم امبالانس في البي اتش هيحصل لهم اسيدوزيس مثلا هيحصل لهم الكترولايت ديستربنس سواء في البوتاسيوم تحديدا والصوديوم هيحصل لهم زياده في البلاد يورينايتر او اليوريا. هي دي مشاكل الكلى في الاخر بتتلخص في الحته دي ما تنساش بقى. طيب الجلوميرولس هو اللي بيفلتر امال التيوبيول ايه بتساعده يعني بتساعده اللي فلتر من الجلوميرولس مش كله هينزل في اليورين دي حاجه الدم اهو بيعرض على الكلى يتفلتر في اليورين مش كله هينزل في اليورين تيجي التيوبيول تعمل حاجه اسمها ايه حاجتين شامل ريابزوربشن فاكرين وسكريشن عشان تتحكم بالظبط في الهيدروجين في البيكربونات في البوتاسيوم في الصوديوم واخد بالك في الامينو اسيد شويه حاجات كده في ترانسبورترز دي سمبل. عندكم بقى في الصفحه الثانيه في خلاص احنا يعني تقريبا قلنا الاولانيه دي. في الصفحه الثانيه في رسم مكعبر كده ايه المكعبره قوي انا حطيتها كده زي ما الالكتر مايكروسكوب بيرسمها وبيوصفها يعني ده مش حتى باللايت ما ده بالالكترون. لما تيجي تبص كده على شكل الجلوميرولس الجلوميرولس ده اسمه بالعربي غريب شويه انت عارف فكرت تسال نفسك كده الجلوميرولس ده ممكن يكون اسمه ايه اسمه الكوبايله زي ما بقول لك كده تمام. لما تيجي مثلا تاخد رساله ماجستير ولا دكتوراه وبعدين يقول لك اكتب الايه اسم البحث ولا اسم الرساله بالعربي تلاقي نفسك بتكتب حاجات غريبه العصب مش عارف الحائر ولا حاجات السوريين بيدرسوا اللي بيدرسوا الطب بالعربي ده المصطلحات نفسها باللغه العربيه بس هي فعلا لودانك شكلها غريب. الجلوميرولس اسمه كده اسمه الكوبايله تمام ما عليك. وهتلاقي عارفين الفيبل اسمها كعبره عارفينها دي والزنج هو اللغه العربيه كويسه بس بالنسبه لنا يعني اسماء غريبه. اسمع بقى جاي يا شباب ايه شكل الجلوميرولس المعقد اللي عندك ده يعني دقق كده معلش انا يعني مش عارف ارسمه على السبوره يعني بالتفصيل وعشان كده انا حطيته لك في الصوره. انت لما هتشوف كده في الجلوميرولس معلش تابع معايا في الورق هتلاقي فيه افرنت وايفرنت والافرنت ده بعد كده هيدخل البلاد عبر الكابيلاري اللي انت شايفه المدور الحاجات المدوره اللي جوه الجلوميرولس هي دي الكابيلاري وبعدين تلاقي فوق الكابيلاريز دي يعني فوق حوالين الكابيلاريز خلايا هو مشاور عليها كده تحت خالص كده على الشمال اسمها جلوميرولار ايبيثيليال اللي هي البودوسايت. البودوسايت دي بيبقى طالع منها ودي هنقولها بالتفصيل ان شاء الله في النيكروتيك بيبقى طالع منها حاجه اسمها بيبقى طالع منها حاجه اسمها ايه؟ هي اسمها فود بروسيسنج. يعني بتبقى الخلايا مثلا شكلها عامل كده تمام؟ خليه كده وتلاقي في فود بروسيس عامل كده. يعني تلاقي خليه مثلا نيوكليس كده وحاطه حاجه زي رجل كده ليه؟ دي هتساعدنا في قصه الايه؟ الاكستشينج. طيب النقطه الثانيه هتلاقي في خلايا سودة كده في النص دي اسمها ميسنجر سيلز. ميسنجر سيلز دي عباره عن فيكسد ماكرو ده الريتيكيلو اندوثيريال سيستم بتاع الكلى. ده الريتيكيلو اللي هو هيتخلص من الحاجات الزياده يبقى تاني. يبقى جوه الجلوميرولس ده داخل له افرنت خارج منه افرنت وفي النص كابيلاري وحوالين الكابيلاريز في شويه خلايا اسمها بودوسايتس ليها فود بروسيسز ووسط الخلايا دي شويه خلايا ثانيه اسمها ميسنجر سيلز دي الماكروفاجز اللي فيكسد وسميتها بس دي عشان الكلمات دي ممكن تتردد ذكرها واحنا بنتكلم محدش يسالك يعني ايه تكوين الجلوميرولس. طيب ايه بقى اللي جه في الامتحان النظري وما كانش موجود في المذكره وزودناه اخر حته في الصفحه رقم 2 هي حاجه تافهه قوي ولكن هي دي جت بثلاث درجات او ثلاث درجات ونص في الاسئله قلنا هتبقى قصيره بقى. مبدئيا بص على السبوره الكلى امراضها لما نيجي نلخص امراض الكلى نقدر نلخصها في اربع مجموعات. المجموعه الاولى بتصيب الجلوميرولس يبقى انا هتكلم عن جلوميرولار ديزيزز ده واحد جلوميرولار. المجموعه الثانيه تيوبولار ديزيزز يعني في خلل في التيوبيول. المجموعه الثالثه انا حاططها لك تيوبلو انترستيشال بس خلينا نقول التيوبلر لوحدها والانترستيشال لوحدها. المجموعه الرابعه فاسكولار والمقصود ايه بالفاسكولار؟
الكلى داخلها ارتري وخارج منها ايه؟ فين؟ اذا ممكن عندي مرض يبقى اسمه رينال ارتري بروبلم، رينال ارتري سينوم. ممكن يبقى فيه رينال بين ثرومبوزس. تاني يبقى مشاكل الكلى قد تكون جلوميريلس، وهي دي اهم حاجه. لان النفريتك والنفروتك الاثنين جلوميريلس. ودول موضوعنا الاساسيين. ده ما يمنعش ان الكلى فيها امراض ثانيه انا مش هدرسها بالتفصيل تتعلق بالتيوبيول. جماعه بتوع العمل يمكن اشهر حاجه اسمها ار تي اي رينال تيوبولار اسيدوز. في حاجه اسمها ار تي اي انا بناخدها في الارتيرا بلاكازيس ان شاء الله اسمها ار تي اي. ده اشهر مرض تيوبيول عندنا في الارض. في امراض في الفيزيت ارتري وفين. في امراض في الانترستيشن حاجه اسمها انترستيشن نفرايتس. ما عليك. نيجي بقى للي جه في الامتحان المربع اللي في اخر الصفحه اكتب عليه سؤال نظري. السؤال كان بيقول زي ما هو كاتبه كده بالظبط بيقول presentations of glomerular diseases. يبقى انا سبت كل امراض الكلى وهاخد مين؟ الجلوميرولس. في كام presentation للجلوميرولار ديزيز؟ السبعه. رقم واحد زي ما هو مكتوب عندك اسمتوماتيك. انا حاططهم لك اتنينات. واحد لوحدها كده اسمتوماتيك يعني عيان صدفه بعمل له تحليل لقيت فيه مشكله تدل على ان فيه مشكله في الجلوميرولس لكن العيان عنده اعراض؟ لا اسمتوماتيك. امال ايه بقى الحاجات اللي ممكن تيجي تانيه؟ ممكن عيان ما يبقاش عنده غير هيماتوريا بس، ايزوليتد هيماتوريا. ممكن يكون عنده ايزوليتد بروتونوريا بس. يعني ما فيش اي حاجه غير ان في شويه بروتين في اليورين زياده، شويه ار بي سيز نازلين في اليورين زياده. او يجي بقى وده موضوع النهارده العيان يجي بنفرايتس. اكيوت جلوميرو نفرايتس او جلوميرو نفرايتس، التهاب في الجلوميرو. او يجي بحاجه ثانيه اسمها نفروتيك سندروم. او يجي اخر حاجتين اكيوت وكرونيك. يعني يجي الاكيوت رينال فيلير اللي احنا هنسميه عندنا اكيوت كيدني انجري. ما عدناش بنقول كلمه اكيوت رينال فيلير، المصطلح الاكثر دقه اكيوت كيدني انجري، وهنقول ليه بعدين. وكرونيك رينال فيلير. وطبعا يعني سؤال سهل قوي كانه بيقول عناوين السر بتاعت الايه؟ بتاعت الكتابه بس حد يجيبه عشان ما كانش موجود كده. موضوعنا بقى النهارده هو اللي فاتكم كله مقدمة سهلة. احنا هنسيب كل الكلى وهنمسك الجلوميرولس. والنهارده هنتكلم عن التهاب الجلوميرولس. تمام؟ طيب السؤال الأول. بنقسم الجلوميرونفرايتس لإيه؟ وإيه تعريف الجلوميرونفرايتس؟ في الأول في تعريف للجلوميرونفرايتس بيقول دي مجموعة من الأمراض. يعني دي مكتوب عندك variety of diseases. يعني مش مرض واحد. الحاجة الثانية إن في variable etiologies أسباب مختلفة. وفي presentations manifestations presentations مختلفة. وبيبقى presented clinically أكتر حاجة بمصطلح اسمه nephritic syndrome. طب الكلام معناه إيه؟ يبقى الكلمة الكبيرة الباثولوجي الكبير اسمه glomerulonephritis. ولكن الكلينيكال presentation بتاع glomerulonephritis حاجات كتير أشهرها النيفريتك سيندروم. إذا ما هو النيفريتك سيندروم؟ هو اشهر برزنتيشن للجلوميرولونفرايتس. اكتب الجمله دي كده تاني. ما هي النفريتس؟ انت بتدوه بقى وسط الكلام بعد كده. نفريتك سيندروم لما اقول كلمه نفريتك سيندروم هي عباره عن اشهر كلينيكال برزنتيشن للجلوميرولونفرايتس. طيب بيقسموا الجلوميرولونفرايتس اكوردنج تو ذا ايتيولوجي لمجموعتين. دبليو اتش او قسمتها اثنين. قالت ايه؟ في مجموعه برايمري يعني الالتهاب بيجي في الجلوميرولس الاول. في مجموعه سكندري. يعني ايه سكندري؟ ان الجلوميرولس ملتهب ضمن سيستميك ديزيز. اللوبس مثلا. يعني جماعه بتوع البطن او بتوع الخاصه اللي خدوا روماتولوجي. بيقول ان من ضمن اعراض اللوبس ال 11 نفرايتس. اذا اكتبها كده. ان السكندري اكتب عشان بس وانت بتذاكر الكلام يبقى في برايمري كدني بس. في سكندري ضمن سيستميك ديزيز اكتب زي اللوبس. طب ما فيش تقسيمه ثانيه؟ اه في تقسيمه كمان. عندنا لما اقول نفرايتس افتكر الكومبلمنت. لما اقول نفرايتس تفتكر الايه؟ كومبلمنت. عارف لما اقول لك مثلا اسمع لما اجي اقول لك انيميا هتفتكر مايكروسيتك ماكروسيتك نورموسيتك. صح الكلام؟ يعني انا مايكروسيتك ام سي في لما اقول انيميا ابص على الام سي تقسيم. اما اقول بربرا اقعد اقول البليتلت قليله ولا كتير. يعني حاجه تقسم المجموعه. لما اقول ثرومبوسايتوبينيا اقول بومارو عشان اشوف كده. اما اقول نفرايتس اقول سيسري. ليه بقى؟ لان في مجموعه كبيره في النفرايتس السيسري فيها هائل
وفي مجموعه في النفرايتس السي 3 فيها هيبقى نورمال. سي 3 يعني كومبلمنت. طب وايه دخل الكومبلمنت في النفرايتس؟ اكتب بين قوسين في الاولانيه اللي مكتوب عندك هايبوكومبلمنتيميك. هايبوكومبلمنتيميك يعني نقص السي، اكتب عليه نقص السي 3. تمام، مالها دي؟ هو الكومبلمنت ده بيقل ليه عموما؟ اكتب، لانه بيستهلك في تكوين كومبلكس. اكتبها بس بالعربي هتفهمها دلوقتي، انا اشرحها بالتفصيل ان شاء الله. يبقى هايبوكومبلمنتيميك يعني سي 3 قليل وقل ليه؟ لانه تم كونسيومد ديورينج فورميشن اوف انتيجين انتي بودي كومبلكس، استهلك اثناء تكوين انتيجين انتي بودي كومبلكس. هنحفظ مع بعض دلوقتي، عندنا 6 و6 كده كاتبهم، ممكن يجوا السؤال نظري. الستة اللي بيقللوا الكومبلمنت احفظهم بالكلمة دي، كاملز يعني جمال يعني. خلاص، كاملز. سي اللي هي اخر واحدة فيهم اسمها كرايوغلوبيولينيميا، كرايوغلوبيولينيميا، ودي مشهورة قوي بين قوسين كده في الفيرال هيباتايتس. الناس اللي عندهم هيباتايتس بي وسي بيبقى عندهم ابنورمال بروتين اسمه كرايوغلوبيولين في الدم. هبقوله لك ليه بعدين في لما ناخد ليبر ان شاء الله. يبقى اول حاجه كرايوغلوبيولين. تاني واحده حرف الاي، ودي موضوع حصتنا النهارده، اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرينفرايتس. يعني جلوميرينفرايتس بي اس دي يعني بوست، يعني في اي جي ان بس في النص بي اس كده، اي بي اس جي ان بي اس بوست ستريبتوكوكال. طيب الام ميمبرينو بروليفيريتيف جلوميرينفرايتس. يعني ايه ميمبرينو بروليفيريتيف؟ يعني ان حصل بروليفريشن للممبرين الجلوميرولار ممبرين، وده مرض باثولوجي، يعني مصطلح باثولوجي ممبرينو بروليفريت له اسباب، مش عليك اسباب. اي فور اندوكاردايتس، افتكر القلب، اندوكاردايتس يعني حاجه في الهارت. ايه الهارت؟ هو علاقه الاندوكاردايتس بالنفرايتس ان الاندوكارديوم بيبقى فيه فيجيتيشن، وطلع سهم كده من كلمه فيجيتيشن واكتب امبولس، ان الامبولس بتروح للكلى، بيسموها حتى امبوليك نفرايتس. عشان اذا شفت التيرم اقول تاني، الناس اللي بيجي لها اندوكاردايتس. يعني ايه اندوكاردايتس؟ يعني فيجيتيشن، والفيجيتيشن بتتكسر تعمل امبولس، انفكتد امبولس، سيبتك امبولس، تروح في الكلى في الكابيلاريز بتاعتها تعمل حاجه اسمها امبوليك نفرايتس. طيب ال فور لوبس اللي هو سيستميك لوبس ازاي بقى الحمر. واخر واحده اس فور شنط، لسه هناخده في العملي في النيورو. اكتب بين قوسين شنط في حالات الهيدروكيفلس، ان احنا الناس اللي عندهم الهيدروكيفلس هناخده في العملي، السي اس اف بيبقى كتير، بنركب لهم شنط. ليه بنركب لهم شنط؟ عشان نصرف السي اس اف. ساعات بيحصل، اكتب انفكشن في الشنط، ولما يحصل انفكشن في الشنط الانفكشن ده يعمل نفرايتس. او تاني، الناس اللي عندها هيدروكيفلس واحنا بنعالجهم بنركب لهم شنط، يبقى شنط ان هيدروكيفلس. الشنط دي لو حصل لها انفكشن ده كومبليكيشن يعني تعمل نفرايتس. يبقى انا عندي الكاملز السته دول، لو قلنا في الامتحان هم دول بس اللي عندنا يعملوا نفرايتس ويقللوا السي 3. امال السته التانيين احفظها بكلمه هضامه. تمام، في ثلاثة بحرف الـ A. تمام، ثلاثة بحرف الـ A. أول واحدة H اللي هي هيموليتك يوريميك سيندروم. هيموليتك يوريميك سيندروم يعني إيه؟ هيموليتك يوريميك سيندروم، بص كده على السبورة عشان يعني إحنا مش هنقولها إلا هنا في الموضوع ده. يعني إيه هيموليتك يوريميك سيندروم؟ افهم الأول وبعدين اكتبها. هيموليتك يوريميك سيندروم، الجسم الطفل بالذات اطفال، لو الاطفال جالهم جاسترو انترايتس بأورجانيزم اسمه ايكولاي بالظبط، والايكولاي طلعت اندوتوكسين. اندوتوكسين الاندوتوكسين ده قادر انه يعمل فاسكيلايتس. يعني ايه فاسكيلايتس؟ يعني يعمل التهاب في الاوعيه الدمويه، فيقوم يضيق بلاد فيزل لما بيلتهب يضيقه، فيعمل حاجه اسمها مايكرو انجيوباثي. يعني ايه مايكرو انجيوباثي؟ يعني يجي على البلاد فيزل الصغيره لما تلتهب تضيق. طب لا، من ضمن البلاد فيزل الصغيره دي البلاد فيزل بتاعت الكلى، فيقوم يعمل ايه؟
يقوم لما يحصل مايكرو انجيوباسي تعمل ثلاث حاجات، ثلاث كلمات. العيان البلود فيزل بتاعه اللي ضاق يقلل الرينال بلود فلو فيقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت، كلمه خدناها زمان في الفسيولوجي، فيعمل يورينيا. كلمه يورينيا يعني رينال امبيرمنت، يعني وظيفه الكلى قلت. انا هعيدها تاني بس خليك معايا. الحاجه الثانيه ان البلود فيزل اللي بقى ضيق ده يفعص جواه الار بي سيز فيعمل تكسير للار بي سيز فيقوم يعمل هيموليز، ويعمل فعص تاني او تكسير للبليتلت فيعمل ثرومبوسايتوبين. هو ده كده، حتى لو ما انتش عايز تكتبه صوره، هو ده الهيموليتك يوريميك سيندروم باختصار شديد. لما تيجي ذكر كلمه هيموليتك يوريميك تبقى عارف عنها ولو سطرين كلمتين. ما اقول هيموليتك يوريميك يبقى العيان يجمع ما بين يوريميا وهيموليسيس. طب ايه اللي يخليه يجمع ما بين اليوريميا والهيموليسيس؟ الفاسكولايتس، المايكرو انجيوباسي. اللي دخل العيان في مايكرو انجيوباسي انفكشن جاستروكرايتس. يجي الام تقول لك يا دكتور الواد ده جاله شويه اسهال وترجيع وسخونيه، بعدها بدانا نحس ان اليورين قل، جاله رينال فيلير، بعدها لقينا العيان بينزف بليدنج بالريكتا نقص في الصفائر، لقينا عينيه اصفرت ولونه بقى شاحب بيل، يعني عنده هيموليسيس. اجتماع الثلاثه دول مع بعض اسمها هيموليتيك يوريميا. بتحصل كتير عندنا في الاطفال اقل من سنتين بالظبط. طفل جاله نزله معويه، بعدها الكدني ضعفت، الدم اتكسر، الصفائح اتكسرت. ايه السبب؟ توكسين عملت فاسكولايتس. قفلنا المروحه يا شباب من ورا الباب معلش. تمام؟ الايه الثانيه بيسموها انافيلاكتويد بيربرا، ما احنا خدناها الانافيلاكتويد بيربرا. حد فاكر الانافيلاكتويد كانت بتعمل مشكله في السكين والجوينت والجي اي تي 1؟ الكدني. تمام يا بس السي 3 بيبقى. طيب الفي فاسكيلايتس، اي فاسكيلايتس ثانيه؟ في حاجه اسمها فيجنر جرانيولوماتوزس مثلا، كلمه غريبه شويه. فيجنر جرانيولوماتوزس، حاجه بتيجي كده في الكلى وبتيجي في اللنج. طيب وفي مرض ثاني اسمه بولي ارترايتس نودوزا. في ايه هنا؟ بولي ارترايتس نودوزا. دي امثله كده بين قوسين للفاسكيلايتس ثاني. في حاجه اسمها فيجنر جرانيولوماتوزس بيعلي انتيبودي اسمه انكا ANCA، وعندنا بولي ارترايتس نودوز. طيب الايه الثانيه بعد الانافيلاكتويد اسمها اي جي اي نيفروباسي، يعني بيبقى عيان عنده مشكله في الاي جي اي يزيد، الاي جي اي بيزيد يترسب في الكلى. ام احنا عندنا ام فاتت في الكاملز اسمها ممبرينو بروليفيرج، الام اللي هنا اسمها ميسانجيو بروليفيرج. ميسانجيو بروليفراتيف ده مصطلح باثولوجي، يبقى اي جي اي ميسانجيو بروليفراتيف، واخر ايه اسمع كده اخر ايه اسمها انتي، مكتوب عندك جلوميرولار بيزمنت ممبرين ديزيز. اكتب بين قوسين ده مرض له اسم بقى بيسموه، بص على السبوره، بيسموه جود باشتير سيندروم. بيسموه كده اهو جود باشتير سيندروم الماني. الجود باشتير ده تمام مرض بيصيب الكدني واللنج. تلاقي العيان عنده هيماتوريا وهيموبسيس، تلاقي العيان عنده هيماتوريا وهيموبسيس تمام. وعلى فكره بالمره في جنب كده بعيدا عن السته دول والسته دول، في مرض عندنا مشهور في الكلى بيعمل نفراتيس اسمه البورت سيندروم. الالبورت سيندروم بيبقى فيه حاجتين، هيماتوريا وديفنس. طب انا بقول الكلام ده كده ليه؟ ليه عمال اقول السيندرومز دي؟ لان سيادتك لو دخلت اخر السنه على حاله ريديورين كتير عندنا في الاطفال، حالتك ريديورين او في العمل، لو انا دخلت على حاله ريديورين اصبحت مطالب بهيستوري. فمن ضمن الايتمز اللي هسال عليها في الهيستوري اذا كان الطفل ده بيسمع ولا لا، في حد في العيله عنده مشكله ديفنس ولا لا، لان ده مرض وراثي. هسال اذا كان الطفل بيكح دم ولا لا مع الريديورين في هيموبتيز. يبقى انا وانا بتكلم في الاسر اقول ذا كونديشن از مش عارف بريزنتد ويز ريديورين ات از نوت اسوشيتد ويز هيموبتيز. انا فاهم ليه؟ عشان لو سالني ات از نوت اسوشيتد ويز ديفنس، انا فاهم ليه؟ مين يا شباب؟ طيب
يبقى دول الاسباب. الصفحه الثانيه بقى هنبدا نتكلم، هنسيب كل النفرايتس وهنمسك في البوست انفكشنز. سطرين الاول بدنا جرانيولوماتوز. بصوا يا شباب، اشهر سبب في الاطفال للجلوميرولونفرايتس، للالتهاب الجلوميرولاس، هو الانفكشن. خلاص، واشهر انفكشن ستريب، واشهر ستريب جروب A بيتا هيموليتيك ستريب. تخيل دي بتعمل كام في الميه من النفرايتس، من البوست انفكشوس نفرايتس؟ 90%. وبيسموها كده، يعني بيسموا النفرايتس اللي حصلت نتيجة الجروب اي بيتا بيسموها اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. ولكن نظرا لان البوست ستريبتوكوكال بتمثل 90% من البوست انفكشوس، فمجازا نطلق عليها هي نفسها الاي جي ان. فلما انا اقول اي جي ان واسكت، كاني بقول لك ايه؟ بوست انفكشوس او بوست ستريبتوكوكال. الناس يبقى لما اقول اكيد جلوميرولو نفرايتس واسكت، خلينا بقى نتكلم بعد كده، مش هنقعد نقول اي بي اس اتش جي، هنقول اي جي ان على طول. طيب المعلومه الثانيه، هل الاستريبت بس هي الوحيده اللي بتعمل انفكشن؟ لا طبعا، في اذر بكتيريا واذر فيروس مكتوبين عندك في الكباك بعدها بسطرين. يعني البكتيريا الثانيه الاستريب نموني اللي هي نيوموكوكار، الاستاف مايكوبلازما يقول لك يرسينيا، في حتى فيروس ممكن يعمل ادينو فيروس، ميزلز، كوكساكي، مامبس، واخد بالك، سايتوميجالو، ايبشتاين، في فيروسات تانية. تمام؟ السؤال بقى الوقت، السؤال الوقت اللي انا قلته ده يعمل اكيوت انفكشن، مفيش دور للكرونيك انفكشن عشان يعمل جلوميرولونفرايتس؟ لا، في دور، في كرونيك انفكشنز تعمل. انا قلت منهم اثنين، بتاعت الشنط بتاعت الهيدروكيفلس والاندوكاردايتس. مش دول يعتبروا انفكشنز ولا لا؟ اندوكاردايتس ده انفكشن. انفكشن في الشنط بتاعت الهايب اسمها مكتوب عندك فينتريكيلو اتريا. ليه فينتريك؟ لان احنا هنعمل شنط كده من اللاترال فينتريكل للرايت اتريا، مكتبها كده. يعني كلمه فينتريكيلو اتريا اللي مكتوبه عندك دي، اكتب بس كده شنط في الهيدروكيفلس من اللاترال فينتريكل للرايت اتريا، ونبقى ناخدها ان شاء الله في العمليه. من اللاترال فينتريكل للرايت اتريا، شنط من اللاترال فينتريكل اللي في المخ، اللي في المخ للرايت اتريا. عشان بس ما تفتكروش اللاترال فينتركل دي في حته ثانيه، اللاترال فينتركل دي فيها سي اس اف فوق في المخ، تمام؟ وفي عندنا الرايت اتريا. معلش انا عارف انتوا ذكرياتكم من النيورو اناتومي ده من سنه كام؟ سنه في التسعينات؟ طيب الحاجه الثانيه في الكرونيك انفكشن، يعني انت عندك واحد ادي اندوكاردايتس، دي واحده، والثانيه قلنا شنط، والثالثه شويه سكين انفكشن، ممكن يكون ابسس في السكين وخلاص، ممكن يكون ده كرونيك انفكشن. نسيب بقى الانفكشن ونمسك في انهي انفكشن؟ بس احنا كده وصلنا للمحطه الاخيره. ايه المحطه الاخيره؟ خلاص انا هنسى الكيدني كلها، وهنسى الجلوميرولس كله، وهنسى النفرايتس كلها، وهنسى البوست انفكشن كله، وهمسك في اهم انفكشن وهو مين؟ الستريبتوكوكال. يبقى اللي انا هشرحه دلوقتي ان شاء الله هو الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس، اللي هو 90% من حالات الانفكشن في الجلوميرولس. تمام؟ والسؤال الاول، هل كل الجروب اي بيتا هيموليتيك، خليك معايا عشان انا في حاجه اصلحها، هل كل الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال قادره على انها تعمل جلوميرولونفرايتس؟ الاجابه لا. لابد ان يكون ليها سترينز معينه بنسميها نفريتوجينيك سترينز او نفروجينيك سترينز. يعني سترينز انواع، احنا في عندنا في الستريبت دي جروب اي بيتا يجي فوق ال 100 ستريبت، اشهرهم او يعني خلينا نقول اللي يعملوا جلوميرولونفرايتس مش هم نفسهم اللي هيعملوا روماتيك فيفر، يعني سيروتايبس اكتبها دي، او السترينز عشان بس بالعربي، انواع الستريبت اللي تعمل جلوميرولونفرايتس مش هي الانواع اللي هتعمل روماتيك فيفر. خلاص كده متفقين؟ طيب مين هي الانواع؟ وتخيل جابوها سؤال ام سي كيو من سنتين،
مين هي الانواع اللي بتعمل اي جي ام؟ اكيد بص ستريبتوكوكل. بص يا شباب الجماعه بتوع العملي، معلش انا هوجه كلامي للجماعه بتوع العملي، احنا خدنا مع بعض الروماتيك فيفر وقلنا في الروماتيك فيفر ان انهي ستريبتوكوكاي اللي تعمل او بتدخل منين الستريبتوكوكاي عشان تعمل روماتيك فيفر؟ لازم تدخل من الفرنجة. بينما اكتبها كده حتى كلكم اكتبوها، ان الروماتيك فيفر الستريبت بتدخل من الفارنكس. في الروماتيك فيفر الستريبت بتدخل من الفارنكس، بينما في الجلومينفرايتس ممكن تدخل من الفارنكس او السكين. يبقى ده فرق جوهري. يبقى الفرق الاولاني ان الانواع دي غير الانواع دي. الفرق الثاني ان مدخل الستريبت في الروماتيك لازم يكون الفارنكس للاسباب. اما في الكيدني ممكن الستريبت تعمل مشاكل في الجلومينفرايتس سواء دخولها من الفارينكس او من مين؟ او من السكين. من اشهر امراض اللي بتعمل فارينجال ستريبت اسمها سكارلت فيفر، هناخدها في الانفكشن. سكارلت فيفر دي اللي هي الحمى القرمزية، تمام؟ سكارلت فيفر دي ذا فارينجال. اما السكين انفكشن اسمه ايه؟ جماعة بتوع جلدية لما الستريبت تيجي في السكين تعمل امتايجو، اكتبها تحت في السكين. يعني هتلاقوا عندكم فارينكس وسكين، الفارينكس اكتب جنبه سكارلت فيفر والسكين اكتب جنبه الكلمة ده هي. انا مش عارف السبيلنج بتاعها. امتايجو او بالعربي بنسميه الحصب، تمام؟ امتايجو. وساعات بنسميه عشان في اسئله الام سي كيو ورا بنسميه ساعات بايوديرم. بايوديرم اول مره ثانيه. يبقى تاني عشان ده بقى مهم قوي كلينيكال. الجلومير نفرايتس ينفع يتعمل بمين؟ بسكين ستريبت انفكشن او فارنجيال ستريبت انفكشن. اشهر فارنجيال ستريبت انفكشن سكارلت، واشهر سكين ستريبت انفكشن امتايجو او بنسميه بايدو. طيب انواع السكين تختلف عن انواع الفارنجيال. انواع الفارنجيال احفظهم معايا، 1 2 3 4 0 5 3. في رقم غلط مكتوب في النص، مكتوب 72 ولا ايه؟ ولا مكتوب 12؟ يبقى انا صلحته كويس. طيب يبقى 12 كده معايا المذكره القديمه بس. 1 2 3 4 12 و25 و45. بيني وبين انا عايزك تكتبهم كده جنب بعض بالطريقه دي مش زي ما هم مكتوبين عندك. 1 2 3 4 12 لوحده 25 45. اشمعنى؟ لان السؤال اللي جابوه في الامتحان قال لهم مين النوع المشهور مع الفارنجال ستريبتوكوكال انفكشن؟ وكتب ارقام كتير وكانت العين على رقم 12. هتقولي احفظها ازاي؟ الفارنجال انفكشن في الشتاء وانت خدتها في شهر 12. تمام كده؟ افتكر صح؟ صحيح الفارنجال انفكشن، فارنجال انفكشن تمام كده؟ دي حاجه في الوينتر فهي بتاعت 12. طيب الناحيه الثانيه بقى السكين انفكشن، اي ارقام ثانيه هتبقى سكين انفكشن؟ 5 مش عارف 47 و55 و49. طب اشمعنى 49 خاصته بالذكر؟ عشان بتاع السكين انفكشن، والسكين انفكشن ده بيجي في الصيف. 49 يعني 7 في ايه؟ دي 7 في 7 ولا ايه؟ 49 دي 7 في 7؟ باين صح مظبوط. معلش ما احنا اي حاجه يعني اي طريقه. الفارنجال انفكشن افتكر انه 12 واكتب عليها سؤال ام سي كيو، تمام؟ والسكين انفكشن اللي هي الامتايجو والحصب كان بيجي في الصيف، وافتكر رقم 49 والارقام الكبيره كلها مش الارقام الصغيره. في رقم 2 بس ومعاه بقى حاجات تانية كلها في الاربعينات في الخمسينات بس اشهرهم ال 49. مش لازم تحفظ كله. طيب سؤال احنا بنقول ان الجروب اي بيتا هيموليتك ستريبت كوكاي هي الاشهر، لكن هاي هي ستريبت الوحيده، الجروب بي هي الوحيده القادره اللي لقوها بتعمل اي جي ان بس؟ لا، لقوا جروب سي وجي هما كمان بس اقل شويه بيعملوا هما كمان اي جي ان ولكن بنسبه اقل. ودوروا على السبب، لقوا ان في ماده في الكبسول بتاعتهم اسمها، احفظها هي دي اللي تحفظها، اسمها اندوستريبتوسين. الاندوستريبتوسين ده موجود في الكبسول بتاع تو جروبس سي وجي. مثلا انا عندي جروب اي، انا اسف جروب اي بيتا هي اللي بتعمل، ولكن جروب سي وجي بيعملوا اقل، وده نتيجه وجود حاجه في الكبسول. بص بقى على الصبور، وده انا عايزك تكتبه معايا في الصفحه البيضاء. ايه الباثوجينيسيس؟ كلمتين صغيرين مش كتير، حاجه بالعرض كده. بص يا شباب تخيل معايا كده ان الستريبت دخلت الجسم،
اهو ستريب اهي، لو عايز تفهمها الاول بعدين وانا بعيد بكتبها. الستريب تعتبر انتجن دخل الجسم يا اما من السكين يا اما من الفارينكس، تمام؟ لما الانتجن ده دخل الجسم، الجسم كون ضده ايه؟ انتيبودي. يقوم الانتيبودي ده يعمل مع الانتجن انتيجن انتيبودي كومبلكس. طيب جميل، هذا الانتيجن انتيبودي كومبلكس عشان يتكون تبقى بجنب دي، يقوم يستهلك مين؟ الكومبلمنت اللي هو السي 3. يقوم السي 3 ايه؟ بروزه. يعني ايه؟ انتيجن دخل الجسم من الفارينكس او السكين، الجسم كون ضده انتيبودي، الانتيبودي مسك في الانتيجن عمله كومبلكس استهلكه السي 3. جميل. الكومبلكس ده هنطلع منه سهمين، سهم كده تمام. ليه؟ لانه بيروح يعمل انجري للجلوميرولار بيزمنت ميمبرين، فيقوم يعمل ايه في الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين؟ يبتدي يضعفه. يعني ايه يضعفه؟ يعني يبوظه. طب هو لما الجلوميرولس يبوظ بالعربي كده يبتدي يعدي حاجات مش المفروض انها تعدي، تبقى كده زي ما بقول لك بالعربي، يعني لما الكومبلكس ده يترسب في البيزمنت ميمبرين يعدي حاجات مش المفروض انها تعدي. زي ايه؟ زي كام حاجه هنقول، مثلا نقول حاجتين لو يعدي الار بي سيز وهي المفروض ما بتعديش، يوم العيان يحصل له هيماتوريا ويعدي وايت بلاد سيلز، تمام كده؟ ويعدي وايت بلاد سيل، انا اسف معلش، هيعدي وايت بلاد سيل بس الاساس بروتين، معلش بروتين، فيبتدي العيان يجيله بروتينوريا، يبقى ادي واحد هيماتوريا، ادي اثنين بروتينوريا. طيب الكومبلكس ده كمان تمام، لما يجي في الكابيلاريز يبتدي يعمل انفلاميشن في الكابيلاريز، يعني هذا الكومبلكس قادر انه يعمل انفلاميشن في الكابيلاريز. طب لما يعمل انفلاميشن في الكابيلاريز يعمل فيها سام سورت اوف ناروينج. طب حلو قوي. طب هو لما يعمل الناروينج ده، الناروينج ده يؤدي الى ايه؟ بص لي كده، اول حاجه هيعملها نتيجه الناروينج ده ان هيبتدي يقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت. طيب هو لما الجلوميرولار فلتريشن ريت بيقل يقوم يعمل ثلاث حاجات، دي اخر حاجه بقى، هيعمل ثلاث حاجات. اولا هيعمل يقلل اليورين اوتبوت، يعني يعمل سام سورت اوف اوليجوريا، تمام. وايه كمان؟ هيعمل سام سورت اوف رينال امبيرمنت. هو حضرتك وظيفه الكلى مش الفلتره؟ طب انا لما اقلل الفلتره ما ده يعتبر رينال امبيرمنت، تمام. واخر واحده هو لما الجلوميرولار فلتريشن ريت يقل، مش ده معناه ان الميه اتحبست في الجسم، يبتدي يحصل سولت ووتر، صوديوم يعني ووتر ريتنشن. طيب هو السولت ووتر ريتنشن ده كسهم مش هيعمل حاجتين؟ هيعمل إديمة وهيعمل هايبرتنشن. خلص الباثوجينيسيس بتاع الجلوميرولونفريت. هقوله مره ثانيه صوروا حتى دلوقتي. الاستريبت دخلت الجسم، تمام كده. هو بصراحه كتاب الاسم اختصر الكلام ده كله في سطرين بس، انت لازم تفهمه عشان انا بعتقد ان الباثوجينيسيس هو اهم حاجه. ليه؟ لانك لو فهمت الباثوجينيسيس كويس الكلينيكال برزنتيشن خلصت. فانا بقول انت الفكره السبب عندي ستريبت دخلت من السكيل والفرنس، فده اهم حاجه في الايجين. وبعدين الانتيجين مسك في الانتيبودي عمل كومبلكس، اما بكون كومبلكس بستهلك السي 3، السي 3 قل، الكومبلكس نفسه راح بوظ لك الممبرين، نفاذيه الممبرين باظت، فعدى حاجات المفروض ما بتعديش، عدى الار بي سي اسمها هيماتوريا، حتى انا هسميها جلوميرولار هيماتوريا، تمام؟ وهيعمل ديورين بقى وحاجات كده، وهيعدي البروتين هيعمل بروتينوريا، وان كانت البروتينوريا بتبقى سام سورت مايلد تو مودريت بروتينوريا، ما تبقاش ماسف. ليه؟ لان في واحده ثانيه مستنياني ماسف بروتينوريا اللي هي النيفروتيك سندروم. الهيماتوريا دي ممكن تكون كتير، يعني بص هو ده الاساس
وده اقل نسبيا. يعني الحاجه اللي بتعدي ركز اكتبها كده، يعني الحاجه الاساسيه اللي بتعدي هي الاربسيس لازم، لكن بروتينوريا مايتو مودريت عشان انا مستني الماسك بروتينوريا هناك في النيفروتيك سندروم. طيب زائد ان الكومبلكس ده لما بيترسب في الممبرين في الكابيلوريز يبتدي تلتهب، فلما بتدي هي كلمه نقص الجلوميرال فلتريشن ريت، فلما بينقص الجلوميرال فلتريشن ريت بيعمل سام سورت اوف اولوجوريا، تمام، ورينال امبيرمنت، يبقى ده متوقع اليورين اوتبوت اقل، متوقع الكيدني كرياتينين عالي شويه، وبعدين شوف بقى الكلمه الجايه دي سولت ووتر ريتنشن. وسولت ووتر ريتنشن يعني البلاد فوليوم هيزيد ولا يقل؟ هيزيد. هايبرفوليمي لان في النفروتك هقول العكس هتبقى هايبوفوليمي، هتعرف ليه بعدين. يبقى ده هايبرفوليمي ودي تعمل اديما، وان كانت الاديما اكتب جنبها مايلد برضو تو مودريت مش كتير، اديما بسيطه يا جماعه بتوع العمل الاي جي ان، الاديما بتبقى مايلد تو مودريت بتاعت الاي جي ان، وبعدين هيعمل سام سورت اوف هايبر. طب تيجي نتكلم ده قصدي، تعالى نتكلم بقى على كلينيكال برزنتيشن اللي هو اكتب عليه سؤال نظري، تمام، اللي هو اهم حاجه لجماعه بتوع العمل. بصوا يا شباب، احنا بنتكلم على مين؟ كلينيكال بيكتشر بتاعت مين؟ عشان ما تنساش انهي اي جي ان؟ بوست ستريبت كوكال. طيب هل البوست ستريبت كوكال دي ليها سن معين؟ اه، من 3 ل 12 سنه. يعني 3 ل 12 ده سنه، ده سن ايه؟ تشايلد هود. لا ايرلي وليت الاثنين. يعني تشايلد هود الاثنين ايرلي وليت ما تفرقش. ما هو من 2 ل 12 او 3 ل 12. مين اكتر المذكره دي كلها؟ الميل اكتر من الفيميل ما عدا اللوبس واليو تي اي. يعني ايه؟ يعني كل رينال ديزيز اللي هناخدها هتلاقيها الميل اكتر ما عدا اللوبس واليورينري تراكت. خلاص كده؟ طيب النقطه الثانيه نسبه 2 ل 1 في التاثر. الحاجه الثانيه يقول لك ايه؟ الاي جي ان دي رير قبل سنتين ورير بعد 20 سنه، اذا هتيجي في، فلما الاقي عيان عنده هيماتوريا تحت السنتين اتيبيكال، فوق ال 12 اتيبيكال، هي دي اللي انا اقصدها يعني. بالذات لو فوق ال 20. اللي جاي بقى مهم قوي. بصوا يا شباب، احنا قلنا ان الستريبت دي تدخل الجسم منين؟ فارينكس وسكين. طيب سؤال اسمع، هو الجلوميرينفرايتس البوست ستريبت كوكا الستريبت على السبوره بتروح تدخل الكلى؟ هو اللي بيدخل الكلى الستريبت؟ اللي بيدخل الكلى الكومبلكس. اذا دي اميون ميديتد ريكشن، صح ولا لا؟ اميون ميديتد. على فكره الاي جي ان تعتبر تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. هو مين الهايبر سنسيتيفيتي؟ هفكرك تاني، الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 الانفلكسس برونكيال ازمه، تايب 2 سايتوكسيك ريكشن تكسير البكتيريا، تايب 3 انتيجين انتي بودي كومبلكس، تايب 4 سيل ميديتد اميونيتي اللي بتقوم بيها تي لينفوسايت واشاره تيوبركلين. بس مش مهم يعني انا هقعد اكرر الكلام ده كذا مره في كذا موقف، بس افتكر ان الاي جي ان واحد من التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. اذا ليس الموضوع عباره عن انفكشن بقدر ان هو انفلاميشن ناتج عن اميون ميديتد رياكشن لانفكشن، والموضوع محتاج فتره عشان يحصل فيها. يعني ما ينفعش، اسمع، ما ينفعش واحد يجي له تونسلايتس النهارده بكره يجي له هيماتوريا، ما ينفعش، لازم يبقى فيه فتره. الفتره دي بنسميها ليتنت بيريد في السكين، تبقى طويله 3 ل 6 اسابيع، في الفارينكس تبقى قصيره اسبوع الاثنين بحكم ان السكين فيه فات. اكتب جنبها بحكم ان السكين فيه ايه؟ فات، فالمده بتبقى اطول. يعني بتعوق شويه الاميون ميديتد ريكشن. طيب نيجي بقى كلينيكال، اسمع بقى، اسمع، لما اقول كلينيكال برزنتيشن لازم تفتكر لما بنقعد نتكلم مثلا عن اللوكيميا نقول ايه؟ مثلث. عندنا برضو هنا مثلث في مين؟ الجلوميرولونفرايتس. في ثلاث حاجات، يا اسمبتوماتيك، تمام كده، ادي الجلوميرولونفرايتس، يا اسمبتوماتيك، يا نفريتك، يا كومبليكيشن. هما ثلاث حاجات عشان ما تنساهمش. اذا الكومبليكيشن از ا برزنتيشن، قبلنا في الامتحان سؤال كلينيكال بيكتشر اوف اي جي ان، مع اني ما عادتش الاسئله طويله بس افرض يعني خلاص هكتب الثلاثه. طب اول حاجه الاسمبتوماتيك. طب ليه اول حاجه؟ لان هي اشهر حاجه. تخيل هتقولي طب الله بيعرفوها ازاي؟ الام جايه بالصدفه تعمل تحليل بول عشان تطمن على الولد، لقينا فيه شويه هيماتوريا وبروتونيوريا، اسنالو الضغط،
طلع عالي، هتقولي هو الضغط العالي ما فيش سيمتوم؟ اه كتير من الناس ضغطها عالي واسيمتوماتيك. قمنا عاملين السي 3 لقينا قليل. الحاجات دي كلها ما تجيش بقى عارف. حاجه في اليورين، حاجه في حاجتين في اليورين، حاجه في البلاد، حاجه في الضغط، وكلهم اسيمتوماتيك. طيب طب هل الكونديشن دي مشهوره؟ اه دي 9 مرات اكتر من النفريتك سيمتوم. عندنا ارقام هنا مهمه، اكتب 9 مرات دي ام سي كيو. الحاجه الثانيه بقى النفريتك سيمتوم. ايه النفريتك سيندروم؟ احفظ الكلمه دي، نفريتك سيندروم، اكتب جنبها H2O2 وبروتينوريا. يبقى انا بصفه عامه الجلوميرول نفريتس مثلث، والنفريتك سيندروم H2O2 وبروتينوريا. ايه H2O2؟ نبدا باول H، هيماتوري. خلاص بقى ما انا وريتها لك على السطور، هيماتوري. السؤال بقى ركز ركز، الهيماتوريا اللي هناخدها ان شاء الله هقول لك فيها مايكروسكوبيك وماكروسكوبيك. كلمه ماكروسكوبيك يعني جروس هيماتوريا، يعني باينه بالنيكي داي، يعني باينه بالنيكي داي، يعني بنشوف الار بي سيز بتسبح في اليورين، يعني شايفها الار بي. لا بس في ار بي سيز كتير لدرجه ان اليورين بقى احمر. طب هو ليها ليفل معين؟ لا مالهاش. كونك بس تشوف اليورين، اسمع، تشوف اليورين احمر وتحلله وتطلع سبب الريدنس ده ار بي سيز، اقوم عليها قايل عليها جروس هيماتوريا او ماكروسكوبيك. السؤال ايهما اشهر في الجلوميرولار نفريتس؟ هل هي الميكروسكوبيك ولا الجروس؟ الميكروسكوبيك طبعا بتحصل في 100% من الحالات، مفيش اي جي ان من غير مايكروسكوبيك هيماتوريا. امال الريد يورين الاحمر اللي انت شايفه بعينيك الجروس، تلت الحالات بس. تخيل، ما احنا بنقول فيه اسيمتوماتيك، انتوا ناسيين ولا ايه؟ اذا مش اصل الريد يورين ده سيمتوم، فمش معقول كل حالات الاي جي ان يبقى معاها ريد يورين. كان بعد كان ما عادش فيه اسيمتوماتيك بقى. انتوا فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين. طيب بالراحه، انا بقول ان العيان في الباثوجينيسيس اهم حاجه الهيماتوريا، صح كده؟ طيب الهيماتوريا دي يعني ار بي سيز نازل في اليورين. الار بي سيز اللي نازله في اليورين، اسمعني، الار بي سيز اللي نازله في اليورين ممكن تبقى مايكروسكوبيك بس. يعني ايه مايكروسكوبيك؟ يعني ما تبانش بالعين المجرده، يعني انت محتاج عين البول عشان تحطها تحت الشريحه عشان تعرف ان في ار بي سيز، وتكتشفت صدفه والعين ما فيش سيمتوم. ايه سيمتوم؟ لكن تلت حالات الاي جي ان يبقى معاها ار بي سيز كتير كتير لدرجه انها تنزل اليورين كتير، فلون اليورين يبقى ايه؟ احمر. هل ده كل الحالات؟ تلت الحالات بس. طيب المعلومه الثانيه، الاو اللي بعدها ايديما، هي مش ايه بقى، خليها او، بيكتبوها الانجليز او اي، وفي بعض الناس بينطقها اوديما يعني، تمام؟ لا طبعا هي ايديما اهو، زي ايه؟ سوفيجوس، بس ما بتتنطقش اوديما يعني، ما اعرفش هي الاوسوفيجوس بتتنطق اوسوفيجوس، ما اعرفش ايه الفرق. نعم. سؤال كويس، عيان الاي جي ان هيحصل عنده شور مايكرو، بس السؤال هل المايكرو هتتحول لماكرو ولا لا؟ ماكرو يعني ايه؟ يعني هل المايكرو كتير لدرجه ان تبان من العين؟ دول الحالات بس اللي بتبقى جروسين، لكن كلهم اكيد مايكروسكوبيك. كلهم مايكروسكوبيك وتلتهم بس المايكروسكوبيك. تلت المايكروسكوبيك بيحصل له مايكروسكوبيك. يعني بتبقى مايكرو في تلتهم بس بتتحول لماكرو. ايوه يعني بتزيد الار بي سي، مش عايزك تحفظها كده يعني بالاسم، بس خلينا نقول كلهم مايكروسكوبيك، ولو زادت الار بي سيز قوي تبان بالعين المجرده، اول ما اسميها مايكروسكوبيك. تمام؟ طيب ماشي، بصوا يا شباب زميلتكم بتسال بتقول لو انا عندي حاله مايكروسكوبيك هيماتوري بس عندها ايديم، بس عندها هايبرتنشن، ما اقدرش اقول عليها اسيمتوماتيك بقى في الحاله دي. يعني يظل النفريتك سيندروم اللي هو كلينيكالي بريزنتد، يحتمل ان يكون في مايكروسكوبيك وحاجه من الحاجات الثانيه، ما اقدرش اقول. لكن لو كلها اسيمتوماتيك يعني مايكروسكوبيك وبروتونوريا بس، هايبرتنشن بس اسيمتوماتيك وكومبلكس، لكن من غير ايديما ومن غير اي سيمتوم ثانيه، احطها ضمن مصطلح الاسيمتوم. تمام؟ يبقى النفريتك سيندروم اسمها H2O2، اتش هيماتوريا والاو ايديما. والسؤال هل الايديما دي بتحصل في كل الحالات؟ لا، بتحصل في 90% من الحالات بس. تمام؟ طب والايديما دي موجوده فين؟ موجوده في الفيس، مينلي في الايليد، واكتب عليها مايلد تو مودريت، وبتيجي بالليل بريتيبيال. بريتيبيال دي يعني في رجلي في اللور ليم، يعني تعمل بيتنج بريتيبيال دي ساعات بالليل، بالنهار في وشه، على بالليل بجرافيتي تنزل في رجلي. ثلاثة اوليجوريا. ايه تعريف الاوليجوريا يا شباب؟ جماعه بتوع البطن، امتى اقول على واحد كبير عنده اوليجوريا؟ لما اليوريك اوتبوت يقل عن كام؟ 400، صح كده؟ اكتب كده.
الأوليجوريا في الأدلت أقل من 400 ملي بردين. طب في الأطفال أكيد الرقم مختلف. الرقم عندنا في الأطفال بير كي جي. اكتب بص كده. في الشايلد غير الإنفان. للشايلد كمية المية أقل، لكن الإنفان كمية المية أكتر. في الشايلد أقل من أو يساوي نص ملي بير كي جي بير أور. طب في الأطفال في الإنفان تنازل أقل من أو يساوي واحد ملي بير كي جي بير أور. يعني في الإنفان أكتر، وده بحكم إن الإنفان كمية المية اللي فيه أكتر. هقولها تاني. يبقى الأوليجوريا في الكبار أقل من 400، معلش أرقام الكلى كتير. لكن للتشايلد أقل من أو يساوي نص ملي بير كي جي بير أور. طب والإنفان أقل من أو يساوي واحد، يعني واحد تعتبر أوليجوريا، نص دي تعتبر أوليجوريا. كم في المية من الحالات عندهم أوليجوريا؟ مش كله 50%، نص الحالات. نيجي للهايبرتنشن في الصفحة الثانية. الهايبرتنشن تعريفه إيه في الألرج؟ إمتى تقول على حالة هايبرتنشن؟ لما الضغط يكون اكتر من 140 على 90، يا سيستوليك اكتر من 140 يا دايستوليك اكتر من 90 يا الاثنين. السؤال بقى، هل هينفع نستخدم المصطلحات دي في الاطفال؟ لا. امال ايه تعريف الهايبرتنشن في الاطفال؟ اكتب اكتر من 95th percentile for age top. خدتوا انتوا في الكوميونتي الجروس تشارت برسنتايل. احنا في الاطفال البرسنتايل مش بس للطول والوزن، احنا عندنا برسنتايل لكل ارقام الاطفال، عندنا برسنتايل احصائيات يعني للضغط والهارت ريت والهيموجلوبين وكله كله. اذا ما اقدرش اقول على واحد ضغطه عالي غير لما احطه على الكيرف. طيب ما فيش رقم ودي كده نقدر نعرف، او معادله كما بتوع العمل، ما فيش معادله زي الاوزان والاطوال للضغط؟ اه في معادله، اكتبه. مش هنكتبهم غير هنا. السيستوليك بلاد بريشر له معادله في الاطفال، والدايستوليك بلاد بريشر له معادله. ايه معادله السيستوليك؟ انا هكتبها بعدين. احنا بنقول ايج في 2 بلس 80، ايج في 2 بلس 80، وكل ده بلس اور ماينس 20. بينما الدايستوليك عشان توزن بس الناحيتين، ايج في 1، هي الايج في 1 مالهاش لازمه بس عشان يبقى زيها، زائد 60 بلس اور ماينس 18. هقولهم تاني. حضرتك السيستوليك بلاد بريشر معادلته ايج في 2 زائد 80 بلس اور ماينس 20، الدايستوليك ايج في 1 زائد 60 بلس اور ماينس 18. اديك مثال، لو طفل 5 سنين، طفل 5 سنين، هنضرب 5 في 2 10، 10 او 80 90، زود على 90 20 وقلل منها 20 يبقى ده الرينج، يبقى 70 ل 110. اذا الطفل الخمس سنين اقل سيستوليك 70 واكثر سيستوليك 110، عدى ال 110 يبقى هايبر ستيتش. بس كده هو الدايستوليك نفسه. متفقين؟ النقطه الثانيه، الهايبرتنشن في الاطفال اكتب عليه، ده اشهر سبب للهايبرتنشن في الاطفال. يجي هنا هتجيب بوست ستريبتوكوكال، اكتب ذا موست كومن كوز اوف هايبرتنشن في الاطفال. في البطنه هيقولوا لكم الاسينشال هايبرتنشن هو الاشهر، لكن احنا عندنا السكندري، واشهر سكندري في الكلى واشهر مرض في الكلى يعمل ضغط في الاطفال هو ليجن. وان كان الهايبرتنشن هنا بيبقى مكتوب تحت مايل، وبيبقى مكتوب تحت باي فيزك. ايه كلمه باي فيزك؟ يعني بصوا على الرسم ده، يعني عامل كده، يعني يطلع وينزل فجاه. اكتب كده، يطلع وينزل فجاه. طب وده ايه مشكلته؟ هتشوفها دلوقتي. المهم خلينا نقول باي فيزيك، يعني يطلع فجر. طيب سؤال كمان، بص على الرسم اللي انا كنت حاططه لك من شويه اللي فات. العيان ده يا شباب ضغطه بيعلى ليه؟ صوت ووتر ريتنشن. مش عشان الصوت ووتر ريتنشن؟ طب انا لما الصوت والووتر يتحبس، وركز، ايه اللي يحصل في الرينين والانجيوتنسين؟ يزيد ولا يقل؟ لا يزيدوا. ازاي؟ هما لو زادوا يزودوا الصوت ووتر ريتنشن، لكن لو الصوت ووتر ريتنشن اصلا زايدين عشان سبب تاني، هما يحصل لهم ايه؟ يقلوا. هقولها تاني مره عشان بس دي تتلخبطوا فيها. مره تانية عشان دي حاجه خلافيه شويه. خلافيه، كانوا زمان بيشرحوها بطريقه، والوقت ثبت انها حاجه تانية. يعني ايه بالراحه؟ ليس سبب زياده الضغط في الاي جي ان زياده الرنين. امال ايه اللي زود الضغط؟ اللي زود الضغط ان الجلوميرولس
حصل له في الكابيلاريز دقت، فلما دقت حبست الميه. هي كده حاجه ميكانيكال، حاجه ميكانيكال. فلما حبست الميه والصوديوم الافكت بتاع ده على الرينين والانجيوتنسين ده ايه؟ قليل. بتقول لي طب ايه القيمه يعني؟ وانا لما اقول الرينين يقل ده هياثر على حاجه؟ لا مش هياثر على حاجه، بس احنا عندنا في كتب مثلا الكارديو لما يشرحوا الهايبرتنشن بيقوموا مقسمين الضغط كده لمجموعتين، هايبرينيميك وهايبرينيميك. كان سؤال ليا في الشفوي في الدكتوراه، تمام؟ يعني ايه هايبرينيميك فيرسس هايبرينيميك هايبرتنشن؟ يعني هناك ضغط بيبقى الرينين فيه عالي، عارفين الرينال ارتر ستينوزس مثلا؟ ده بيعلي الرينين. لكن في اسباب ثانيه بتقلل الرينين، من ضمنها الايجاب. هتقول لي الكلام رخم وصعب، معلش عشان الكتاب كاتب ده بالاسم عندنا كده، انا ممكن ما اقولهاش وخلاص، وانت فهمت الهايبرتنشن حصل ليه. بس لو جاب في الام سي كيو وقال الاي جي ان الرينين بيزيد ولا بيقل؟ الرينين بيقل. والسبب في كده ايه؟ السبب في كده ان السولت ووتر ريتين. طب ايه اللي حبس السولت ووتر؟ اللي حبس السولت ووتر ان الجلوميرال فيبريشن ريت قل، واللي قلل الجلوميرال فيبريشن ريت مش الرينين ولكن الميكانيكال افكت بتاع الانفلاميشن بتاع الجلوميرال كابيلاري. بيسموها ايه؟ نيجاتيف فيدباك. بيسموها نيجاتيف فيدباك كده. زي ما اقول لك واحد الثايروكسين بتاعه عالي بيقوم يعمل. بصوا يا جماعه، بس الموضوع ابسط من اللي انتوا هتسالوا عليه، عشان حتى انت هتقول اصلي لوجيك وكان المفروض يحصل هنا بلاد فلو بيقل فالرينين يزيد. مش كده الميكانيزم، ما طلعش كده. طب احنا كنا بنشرحها زمان كده، ممكن يكونوا في البطنه بيشرحوها ستيل كده، بس ده غلط. الله اعلم ممكن يكون في البطن حاجه ثانيه. ولكن اللي حصل ان هم جابوا حالات الايجيب وقاموا قايسين السيرم رينين، لقوا ايه؟ قليل. بيفسروها كده يعني. هي الفكره، انا لقيت حاجه في بحث، لقيتها اتاكدت منها ان الرينين قليل، فدورت على التفسير. ما تجهدوش نفسكم قوي وتقعد متضايق وانت بتذاكر، ده في فرق هنا عن هنا يعني، خليك كبر دماغك. دول ناس علماء مختلفين، ما لناش دعوه. نعم. ليه؟ بس بقى احنا هربنا احنا من القصه دي خالص. لان انا لو قعدت شرحت لك في الميكانيزم رينال بلاد فلو هيقل، ما الرينين كان هيزيد. مش عايز، فاهم؟ جماعه بتوع البطن انا عارف، معلش لخبطنا لهم حته، بس انا هربت منها نقص رينال بلاد فلو. انا قلت لك كنا زمان بنشرحها كده، ان رينال بلاد فلو بيقل وبتاع. جو كتبوا الكلمه دي في الكتاب عشان يضايقوا. اي ميكانيزم هو الضغط عالي ولا مش عالي؟ قاسوا الرينين للاسف، يعني قاسوا الرينين لو قليل ففسروها بالطريقه. تمام؟ طيب بصوا يا شباب، عشان بس مش هنقعد نقنع بعض، مش مشكله، هم اختلفوا، هم حرين يعني، احنا وراهم. تمام؟ بنبقى نعمل واحد فينا دراسه ثانيه يبقى يثبت لهم العكس. احنا قادرين ممكن نعمل كل حاجه. الكومبليكيشن، طفل بقى اكيد بوست ستريبتوكوكال جلوميرال نيفرايتس، هيجي لنا بايه كومبليكيشن؟ باختصار شديد اكتب اربع كلمات: هارت، برين، كدني، بوتاسيوم. يعني الكومبليكيشن حتى في المثلث وانت بتذاكر طلع منه اربع كلمات رسومات، حتى هارت، برين، وكدني، وبوتاسيوم. طيب اختارهم الهارت، هنبدا بيه. اختارهم الهارت اللي هي مكتوب عندك، مكتوب سيركيلاتوري كونجيشن. هي دي مشكلة الهارت، واكتب عليها ده أشهر سبب لوفاة مريض الإي جي إن. هو الإي جي إن المفروض ما يموتش، المفروض فيري ريرلي يموت، بس لو هيموت هيبقى بسبب الضغط العالي. ماله الضغط العالي؟ عمل إيه في القلب؟ ليفت سايدد هارت فيلر. يبقى طلع سهم كده بالسيركيلاتوري كونجيشن، ويبقى ما هو القلب أهو يا شباب، القلب أهو، وأدي الناحية الشمال من القلب بتضخ اجينست الاورطة اللي هي السيستميك فاسكولار ريزيستنس عاليه في هايبر بوليميا. اذا تبتدي الليفت فينتركل تحاول تتغلب، حاولت على قد ما قدرت وفي الاخر فيل. طب من علامات الليفت سايدد هارت فيلير ايه؟ ان كونجيشن، هيتحبس الدم في اللنج، يبتدي العين يجي بديسنيا، لو كبير شويه يحصل له اورثوبنيا. ايه اورثوبنيا دي؟ يعني يجي ينام على السرير محتاج مخدتين، اسمع كريبيتيشن عادي، وارد ليزر كريبيتيشن، يبقى كف. دي كلها اعراض الهارت فيلير. تاني ذا موست دينجرس، ذا موست كومون، ذا موست فيتال كومبليكيشن في الاي جي ان، هي دي. عشان كده بدات بيها
بس مش مفترض ان انا اترسب، مش مفترض، مفترض ان انا اخد بالي في التريتمنت وما زي ما تشوف. حاجه الثانيه ان مريض الاي جي ان ممكن يحصل له حاجات في البرين تحت خالص. كام في المية من حالات الاي جي ان يحصل لها حاجه في البرين؟ نص الى 10%، نسبه مش كبيره، بس بيحصل لهم حاجه اسمها، اسمع الكلمه دي، انكيفالوباسي. كلمه انكيفالوباسي اول مره اقولها في النظري. الانكيفالوباسي معناها بين قوسين اكتب برين ديسفانكشن. يعني لما تسمع كلمه انكيفالوباسي بطنه واطفال تبقى برين ديسفانكشن. وبرين ديسفانكشن يعني ايه؟ وظيفه البرين مبنيه على ستيميلاتوري نيورو ترانسميتر، ستيميلاتوري انهبيتوري. طب لما البرين يحصل له ديسفانكشن، يا اما يحصل له حاجات ستيميليشن، يا اما يحصل له حاجات انهبيشن، هو ده الانكيفالوباسي. زي ما تسمع يا جماعه بتوع البطنه في حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباسي. مريض الهيباتيك انكيفالوباسي يا تلاقيه نايم في السرير وكوما وبتاع، يا تلاقيه عنده هياج شديد وبيربطوه الاثنين وردين. كلمه انكيفالوباسي بتمشي على الانهبيشن والستيميليشن. السؤال بقى، السؤال الاولاني، ليه مريض الانكيفالوباسي، سوري، ليه مريض الاي جي ان يحصل له انكيفالوباسي؟ هايبرتنشن. واخر سطرين في الصفحه هتلاقي السبب. ايه سبب الانكيفالوباسي؟ للاسف رغم ان الضغط ده ممكن يكون مايل الا انه بيعلى فجاه. على فكره بصوا، ربنا خلق لنا المخ السيركيليشن بتاعته تختلف عن اي سيركيليشن في الجسم. سبحان الله، عندنا في المخ حاجه اسمها اوتو ريجيليشن. ايه اوتو ريجيليشن؟ يعني الضغط لما يعلى يقوم يحصل ضيق بسيط في البتاع، يقوم تستوعب ما يحصلش فرقعه او ما يحصلش هيموريدج. ولكن مشكله الاي جي ان ان الضغط بيعلى ايه؟ هذا العلو المفاجئ يفقد السيركيليشن بتاعت السريبرا ميزه فيها وهي الاوتو ريجيليشن، يوتو ريجيليشن. يقوم يحصل ايه؟ الزياده المفاجئه دي تقوم تعمل زي تزود الهيدروستاتيك بريشر، تقوم تعمل ايديما. فالعيان يجي له زي باثوجينيك ايديما. ايه باثوجينيك ايديما؟ يعني نتيجه التمدد السريع للبلاد فيزل وانا ما لحقتش اكونستريكت، تقوم ترشح. فلما ترشح البرين ايديما اللي بتحصل دي هي دي الانكيفالوباسي. والمريض يجي باعراض ايه؟ فوميتنج، نوزيا، مكتوب عندك فوق، تلاقي مثلا كونفالجن، سيجرز، كوما، ممكن ستيميلاتوري ايه؟ مش كده وبس، ده ممكن العيان ده يعاني من حاجه اسمها افيزيا. فجاه كده العيان كان اي جي ان وتلاقيه ماله؟ ما بيتكلمش. او اماوروزس. ايه اماوروزس دي؟ سنترال بلايندنس. يعني ايه سنترال بلايندنس؟ يعني بلايندنس بسبب مشكله في البرين، وبتبقى تمبرري، مؤقته كده. يعني العيان ما بيفقدش النظر الابصار على طول، لا، ده بتبقى حاجه مؤقته. انا فاكر كويس، بصوا لي كده، كان جالنا مره حاله من مستشفى، من بره، الاهلي جايبينه جري والواد مغمى عليه وبيتشنج، خلاص؟ قلنا له في ايه؟ قال كان ده سخن، مش عارف ايه بتاع. فلما جالنا دخل النواب، فالنواب شافوه، قاموا، ما كانش في مكان للاسف يتحجز فينا المريض لو كوم. فلما فحصوه بسرعه كده قال لك ده ايه؟ شكله كده انكيفالكس. ما فيش عندنا مكان، فقلنا نحوله على طول، نواب قاموا محولينه على مستشفى التأمين. بعتوا الحاله على التامين، ا كيس اوف كونفالجن كويري انكيفالايتس فور يور كايند كير نو افيلبل بليسز وبتاع، وحاولوه عشان تتحجز عندهم. بعدها بثلاث اربع ايام لقيت واحد زميلنا بيكلمني، كنا بنتكلم على حاجه ثانيه، فلقيته بيقول لي حاله الاي جي ان اللي انتوا بعتوه لنا من ثلاث ايام دي الحمد لله خفت وروحناها، وهتجي لكم بقى تتابع معاكم في الكلى ومش عارف ايه. الاي جي ان قال لي الحاله اللي كانت جت فيها كونفالجن بتاع، اتاري الحاله اللي اتشنجت واغمى عليها دي محدش كلف خاطره، تمام، ويركب له قسطره عشان يشوف في اليورين بتاعه ايه، محدش كلف خاطره انه يقيس الضغط عشان يعرف. فانا الحاله دي علمتني بعد كده ان اي مريض يجي فيه كوما او كونفالجن تقيس له الضغط. بطنه او اطفال، جالك مريض عنده كوما او عنده كونفالجن قيس له الضغط. ده اشهر سبب لزياده الضغط في الاطفال. وهتقولي طب يعني هو الاهل ما خدوش بالهم؟ الايديما مش باينه؟ لا، ماين. الهايبرتنشن مش باين قبل كده؟ اسيمتوماتيك. اللي مش عارف الريديورين اللي هو بيدخل الحمام لوحده، انت فاهم؟ يعني كل حاجه ما شافوه. ولما الواد جه على طول بايه؟ بانكفالس. وارد او وارد. ايه مشاكل الكلى اللي ممكن تحصل؟ اثنين، واحده مايلد والثانيه اجريسيف. الاولانيه دي رغم ان اسمها اكيوت رينال فيلير الا انها في ربع الحالات وبتبقى ما بتحتاجش دياليسيس. يعني بص كده، مايلد رينال امبيرمنت، اكتبها كده، هي مكتوبه كلمه اكيوت رينال فيلير، بس هي بصراحه
ما بيبقاش وظيفة الكلى بايظة خالص، تبقى مايل. يعني ايه مايل؟ يعني تلاقي عيان ممكن يكون عنده اعراض الرينال فيلرز قلت لك عليها من شويه، يعني عنده مشكله في الفلويد بالانس، عنده اوليجوريا ولا عنده مشكله في البي اتش، شويه اسيدوسس، عنده مشكله في النيتروجينس ويست برود كده، ازوتيميا، ازوت بالفرنساوي يعني نيتروجين، فكلمه ازوتيميا يعني زياده في النيتروجينس ويست برودكتس، تمام، ازوتيميا وشويه الكترولايت ديستربنس. طيب الاهم بقى، هي دي ربع الحالات اه، بس هل بيحتاج دايليسيس؟ لا. امال مين بقى اوحش حاجه في الكلى؟ اللي مكتوب عندك رقم 3 رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفريتس. بص على السبوره كده، مش ده جلوميرولس كده؟ وانا عمال اقول لك من ساعتها ادي جلوميرولس. مشكله الاي جي ان ايه؟ مش ان كومبلكس بيترسب، ساعات الكومبلكس بيترسب كتير قوي 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 لدرجه ان يعمل لي منظر دوت، يعمل لي حاجه كده. زمان خدته في الباثولوجي حاجه اسمها كريسنتد جلوميرولونيفريتس. عارفين كلمه كريسنت يعني ايه؟ يعني هلال. تاني اكس فوق كلمه كريسنتد رابيد بروجريسيف ديبوزيشن اوف كومبلكس، رابيد بروجريسيف ديبوزيشن اوف كومبلكس. يعني ايه؟ يعني الواد ده اهو مكتوب عندك نص في المية من الحالات، يعني خمسة من كل ألف حالة، خمسة من كل ألف حالة اي جي ان هيبقى الكومبلكس بيترسب في الجلوميرولر ممبرين بسرعه جدا. طب لو عمل بسرعه هيقطع الميه والنور خالص على الفلتريشن. فالواد ده بص 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 تلاقي الكرياتينين بتاعه النهارده نص، بكره واحد، بعده ثلاثه، بعد بعده فاهم سبعه ثم 10. يعني اكتب الكرياتينين بيعلى بسرعه بالعربي، الكرياتينين بيعلى بسرعه. وطبعا ده ممكن يجي لي يعاني من انيوريا، تمام، يبقى ممكن يعاني من انيوريا وممكن يعاني من زياده في الكرياتينين سريعه. الواد ده دونا عن بقيه الحالات هعمل له عينه بايبسي، ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. طيب اخر حاجه البوتاسيوم، ما لسه قلت لك البوتاسيوم ماله؟ بيعلى. ليه بيعلى؟ الكلى ما بتصرفوش. طب والبوتاسيوم لما بيزيد خطير؟ خطير على مين؟ على الهارت، ونبقى نتكلم عنه بعدين في الموضوع. طيب ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن بتاعت الاي جي ان؟ بصوا يا شباب، بيني وبينك كده، انت في حاله الاي جي ان هيبقى اهم انفستيجيشن في كل مذكره النيكروليك يورين اناليسيس. اكتب كده ذا موست امبورتنت انفستيجيشن، او ذا فيرست والموست امبورتنت هو اليورين. اتوقع ان انا هلاقي ايه في اليورين؟ ايه اللي هلاقيه في اليورين؟ هلاقي هيماتوريا. ايه تعريف الهيماتوريا؟ اكتر من 5 ار بي سيز بير هاي باور فيلد اتش بي اف. كلمه اتش بي اف يعني هاي باور فيلد، اكتر من 5 بير هاي باور. السؤال الهيماتوريا يا شباب بتبقى نتيجه مشكله فين؟ جلوميرولس، فيقولوا عليها جلوميرولر هيماتوريا. طب وهي الجلوميرولر هيماتوريا ليها كرايتيريا؟ اه ليها كرايتيريا، مالها؟ اكتب دارك يورين، يعني الاقي يورين لونه دارك وتربت سموكي. بص الكلمه دي سموكي، وهبقول لك في الهيماتوريا بعدين ان شاء الله معناها ايه، خليها بس سموكي دلوقتي. بيبقى لونه مدخن، لونه بني شويه، مصد كده صدى، لونه غامق زي الكوكاكولا، بيسموها كوكاكولا كالر يورين. وبقول لك ليه بعدين. رقم واحد. رقم اثنين، ان بيبقى فيها كاست، يعني في يعني هي من مواصفات انها جلوميرولا ان بيبقى لونها احمر داكن غامق، وبيبقى فيها كاست، وبقول لك الكاست دي بعدين بقى في الهيماتوريا. رقم اثنين، حضرتك لو عملت تاني تحليل، تاني تحليل مهم مش اللي بعده، التالت السي 3، يبقى اذا اهم تحليل اليورين اناليسيز، تاني اهم تحليل لما تلاقي هيماتوريا هو سي 3. يعني انا لما بلاقي هيماتوريا او عامل سي 3، فاكر لما الاقي انيميا اعمل ام سي في او ريتيكلوسيت الكاون. تاني يبقى الاقي سي 3، متوقع ان سي 3 ماله قليل. النورمال سي 3 كام؟ او مره اقوله بقى اكتبه كده، من 75 ل 135 ملي جرام بير ديسي لتر، بس الرقم ده بيتغير من معمل لمعمل، يعني بيبقى ساعات 90 ل 110. المهم ان الرينج ده الرينج الكبير، انا كاتب لك الرينج الكبير من 75 ل 135. لو قل عن كده يبقى السي 3 قليل.
حاجه تانية، لو عملت صوره دم الواد ده عنده ايه في البلاد فوليو، كتير ولا قليل؟ كتير كتير، يعني الفلويد في دمه كتير. اذا الهيموجلوبين هيحصل له دايليوشن، مكتوب عندك دايليوشن الانيميا، اكتب عشان في زياده في البلاد فوليو هايبر فوليميا. اربعه، هو الواد اللي حصل له اي جي ان ده حصل له اي جي ان ليه؟ انهي اورجانيزم اللي دخل؟ طب تثبت التهمه يا جماعه كل عملي، تثبت التهمه على الستريبت ازاي؟ انتيجين، انتيبودي يا كلتشر، كانتيجين يا انتيبودي ايه؟ يا كلتشر. بس بيني وبينك هو الموضوع هنا دايركت انفكشن ولا اميون ميديتد؟ اذا اهم حاجه الانتيبودي، واهم انتيبودي اي اس او. بس هنا نقف دقيقه، تمام؟ ان الاي اس او يعلى فقط في الفارنجال انفكشن وما يعلاش في السكين انفكشن، بالعربي كده هقولها تاني، وده بسبب مين؟ الفات اللي في السكين. هقولها تاني، انا عايز اثبت التهمه على الستريبت، ممكن اعمل انتيجين كلتشر انتي بودي، واهم انتي بودي مين؟ الاي اس او. بس هم لقوا حاجه ان الاي اس او ما بيعلاش غير في الفارنجال انفكشن، بينما السكين انفكشن ما تعليش الاي اس او. قال لي طب ازاي بقى هتقدر تثبت التهمه على الستريبت وانت الاي اس او بتاعك يبقى نيجاتيف؟ اعمل انتي بودي تاني في انتي دي ان ايز مثلا، احفظ ده كفايه. يعني من ضمن الانزيمز اللي بيطلعها الاورجانيزم دي ان ايز، والانتي بودي اسمه انتي دي ان ايز، اعمل انتي بودي تاني. لكن لو انا عملت اي اس او في حاله سكين انفكشن، هل هتطلع؟ بس مره جت مساله قال لهم طفل جاله ريد يورين وهايبرتنشن وقبلها سكين انفكشن، قال لك ايه التحاليل؟ ام سي كيو، ايه التحاليل اللي تعملها للحاله دي ما عدا؟ وقام كتب في النص ايه اس او. هو لو الواد الاي جي ان اللي جات له دي كان سببها سكين انفكشن، تتوقع ان الاي اس او يديك حاجه؟ يبقى مفيش داعي للعمل. تعمله ليه وانت عارف ان قبلها سكين انفكشن؟ تعملوش. الفات بيمنع وصول الاستريبتولايسين او، فبيخلي الانتي بودي او الجسم ما بيحسش بالاستريبتولايسين او فما يكونش ضده ادويه. نقولها في نظري الكارديو، خليها لي انا سايبها. طيب النقطة الأخيرة، العيان ده يحتاج يعمل عينة. بيني وبينك اسمع بقى الكلمة دي، اسمع دي مهمة أوي. أي مريض كلى أنا متوقع، هو أنا لما بشرح جلوميري نفرايتس ونفروتك سندروم مش أنا بشرح جلوميريلار ديزيز؟ مش كده في الجلوميري؟ بحق ربنا لو أنا عايز أشخص حالة فيها جلوميريلار ديزيز أعمل رينا بيبس. ولكن لما يبقى المرض كلينيكال ولاد واضح وضوح الشمس، وفي نفس الوقت المرض ده مرض بيناين، هو بس مشكلته في الهايبرتنشن، فيما عدا ذلك لما اجي اقول في الاخر اقول لك ان المرض ده السيلف ليميتنج. سيلف ليميتنج يعني ايه؟ يعني سيادتك من غير ما تدي له قرص هيخف لوحده، بدليل ان الناس كتير اسيمتوماتيك بتعدي ولا اي حاجه، هو بس لو ضغطه عالي حصل له مشاكل، هي دي مشكلته الوحيده هايبرتنشن. مفهوم يا جماعه؟ اذا لو الواد جاله فارنجال والاي اس او والسي 3 قليل وعنده مش عارف ايه ومايلد اديما، الوضع ساقط واضح وصريح، هل في داعي ان انا اعمل له رينال بايبس؟ فقط لو حصل اتيبيكال برزنتيشن، وده سؤال نظري. انديكيشنز اوف رينال بايوبسي ان اي جي ان، يا جماعه بقى بتوع العملي برضو الحته دي مهمه جدا. امتى تعمل عينه المريض عنده اي جي ان؟ واحد اتيبيكال برزنتيشن. طب من الاتيبيكال برزنتيشن ايه؟ ان ما فيش اي هيستوري لفارنجال ولا سكين انفكشن، ادي واحد ما قدرتش تثبت التهمه على الاستريك. اثنين ان السي 3 يكون نورمال، يبقى انا لو جالي مساله وطلع السي 3 نورمال وعنده ريديورين لا هعمل له بايوبس، لانه مش شكله مش باين كده. لو كان اي جي ان بوست ستريبتوكوكال لازم كان ينقص السي 3، ما نقصهاش يبقى ده مش ستريبتوكوكال، يبقى ده حاجه ثانيه. ايه كمان؟ بصوا لي كده، اي مريض هيجي هو كاتب لك هنا اكيوت رينال فيلر، بيني وبينك جنبها كده بين قوسين مش كل حالات الرينال امبيرمنت رابيدلي بروجريسيف. يعني ايه رابيدلي بروجريسيف؟ لما تلاقي الكرياتينين بيعلى بسرعه، تبقى بالعربي كده، ده يحتاج بايوبسي لانه جايز يطلع كريسنت. واحد يقول لي هو لو طلع كريسنت انا هعمل حاجه؟ ساعات بندي كورتيزون ساعات عشان اوقف الاميون كومبلكس، لان ده بيضر بالكلى جدا. مش مهم الحته الاخيره دي، يبقى لو الكريا اكتب لو الكرياتينين بيعلى بسرعه هعمل بايوبسي. ثلاث حاجات تحت بعض بقى بقيه السته، بصوا لي كده اكتب عليهم الثلاثه مع بعض كرونيسيتي. كرونيسيتي هو اللي انا بتكلم عليه ستريبتوكوكال اكيد ولا كرونيك؟
اسمه acute prostatectomy. يعني دي مشكله بتحصل في خلال اسابيع. تخيل انت بقى لو الواد ده طلع كرونيك يبقى prostatectomy. طب ما هي علامات الكرونيستي؟ ايه الحاجات اللي تشوفها في عيان تقول ده كرونيك؟ اسمع، واحد شورت ستيتش، يعني انا جاي لي واحد ريديورين وجاي. عشان كده دايما اي مريض طفل بيجي لنا عنده اي عرض بناخد له البرسنتايل طوله وزنه. لو طلع الواد قصير، ما هي الصدفه يعني الواد يطلع عنده، هي ممكن تحصل صدفه بس انا هاخد بالاحوط. يعني هو الواد عنده فرايز بس قصير، حاجه كرونيك، لا يعمل له بايبس. حاجه ثانيه، لو طلع عنده سيفير انيميا، طب من شويه عمال تقول انيميا، اكتب مايكروسيتيك انيميا. يعني لما الاقي واحد عنده انيميا محترمه هيموجلوبينه تمام، جايز يطلع ده رينال فيلير ولا حاجه، جايز يطلع عنده مشكله في الكلى، يعني محتاج بايوبس كرونيك. ثلاثه، لو الواد، اسمع بقى اللي جايه دي، لو الواد نفريتك نفروتك. ايه نفريتك نفروتك؟ يعني العيان عنده نفريتس وعنده نفروتك الاثنين، يبقى الجلوميرولس مش بايظ بستريبت، الجلوميرولس ده بايظ قوي بحاجه ثانيه. يعني بايظ قوي بالعربي كده بحاجه ثانيه، بدليل انه مش بس عدى الار بي سيز، ده عدى البروتين وكتير. والمفروض البوست ستريبتوكوك انا لسه قايل لك ان يعدي البروتين مايلد، لكن لو عداه كتير يبقى حاجه ثانيه مبوظاه غير الكومبلكس بتاعنا البسيط ده. مفهوم يا شباب؟ او اتيبيكال ريزوليوشن. يعني ايه اتيبيكال ريزوليوشن؟ يعني حضرتك العيان بتاعك، اسمع، اتيبيكال ريزوليوشن يعني العيان بتاعك كان نقول كان المفروض السي 3 قليل، صح؟ هو السي 3 ده لما بيفضل قليل مدى الحياه لا بيرجع تاني نورمال، بس في خلال قد ايه؟ شهرين، 8 اسابيع. يعني الواد ده لو جبته بعد 3 شهور المفروض السي 3 يكون رجع نورمال. لو ما رجعش نورمال هو يعني البوست ستريبتوكوك، اسمع، هو البوست ستريبتوكوك هو الحاجه الوحيده اللي بتقلل السي 3. عشان في اول الحصه قلت لك كاملز، اذا مش البوست ستريبتوكوك بس اللي بيقلل، لوبس بيقلل. فلو جالي طفل عنده هيماتوريا ولقيت السي 3 فضل قليل 6 شهور، خلاص يبقى لوبس مثلا او حاجه ثانيه. ايه كمان؟ انا متوقع، اسمع، لو طفل عنده راديو جروس هيماتوريا التلت الحلقه، التلت ده المفروض جروس هيماتوريا دي، ركز بقى، جروس هيماتوريا المفروض تختفي في خلال برضه شهر. يعني الراديو الاحمر ده المفروض يروح في خلال شهر، ما راحش في خلال شهر، يبقى حاجه ثانيه. اعمل بايبس. شوف اللي جايين دول بقى مش شهرين، يعني اللي فاتوا شهرين سي 3 وجروس هيماتوريا، اكتبهم كده شهرين سي 3 وجروس هيماتوريا. اللي جايين الاثنين جايين سنه، انا هخلص اللي جايين دول سنه. يعني في عندنا حاجتين ممكن يفضلوا عاليين سنه بس بعد السنه يعتبروا اب نورمال، احتاج لهم بايبسي. مين هم؟ المايكروسكوبيك هيماتوريا، يعني ممكن مريض الاي جي ان يفضل الار بي سيز في اليورين عاليه بس مش ريد يورين سنه عادي، عدت السنه يبقى اب نورمال تعمل لها بايبسي. البروتونوريا برضو ممكن يفضل العيان بروتونوريا سنه، لو عدت السنه تحتاج بايبسي. اخر حاجه هقولها هي الديفرنشال دياجنوزس وهنخلي التريتمنت للمره الجايه. ايه عشان بس احنا قلنا في الاول الاسباب. ايه الديفرنشال دياجنوزس؟ في عندنا 8 في الديفرنشال دياجنوزس، خلاص؟ انا قلت منهم حاجات كثيره، انا هقول كلمه في كل حاجه. اول اثنين لو في حد سالك وقال لك، احنا قلناهم هما دقيقتين بس. اول اثنين لو جه حد سالك قال لك ايه اشهر ديفرنشال دايجنوزس للبوست ستريبتوكوكال، هتقول له رقم واحد اكيوت اون توب اوف ايه؟ كرونيك. يعني ان ده مش اكيوت، لا ده بيضحك عليا، ده هو كرونيك بس جاي بحاجه اكيوت. طب ايه دلائل الكرونيسيتي؟ ما انا لسه قايل السيفير انيميا والشورت ستيتشر والنفروتك، ادي واحد. اثنين، هل البوست ستريبتوكوكاي هي الوحيده اللي بتعمل جلوميري نفرايتس؟ لا، في انفكشنز ثانيه، مش قلت لك ستاف وستريبت نموني؟ ثلاثة، بص بقى الستة التانيين معلش هنغيرهم شوية، هنخليهم ثلاثة وثلاثة، ثلاثة بيقللوا السيسري نقيهم أنت بقى، مين الثلاثة اللي تحت في بقية الثمانية اللي بيقللوا السيسري؟ لوبس، ممبرينو بروليفريتيف، ومين؟ لا مش الأي جي إيه؟ اللوبس والإندوك، آخر اثنين، آخر اثنين مش دي في الكاملز اللي وإيه؟ تمام؟ يبقى تاني. طب اللوبس، جماعة البطن. عندنا 11 كريتيريا للوبس. مكتوب منك منهم شوية كده. بس أشهرها أربعة في السكين، فوتوسنسيتيفيتي مثلا. مالر راش. حطها فوقيها. إكزيما، ألسرز، أورال ألسرز. بينلس أورال ألسرز. تمام؟ يعني مش لازم تكتبهم كلهم، أنت هتذاكرهم شور في البطن. بس في ألسرز.
نيفرايتس، في مش عارف مكتوب كاردايتس، خليها بيريكاردايتس لان هي بتبقى سيروسايتس في الغالب، مش كاردايتس مش في القلب نفسه، خليها بيريكاردايتس عشان ما تتلخبطش. ارثرايتس، حاجات كتير. ده لوبس. الاندوكاردايتس مكتوب تحت رقم 7 اندوكاردايتس. حضرتك بتشخص الاندوكاردايتس بكلمتين، ايكو وكالتشر. لو حد سالك قال لك كده ازاي بشخص انفكتيف اند، جماعه طول العمل عشان في مساله ورا في مذاكره الكارد في السيناريو، هو مين يعمل سؤال كده على الماشي؟ مين يعمل اندوكاردايتس اكتر، سمول ولا لارج بيس؟ دي سمول. ولو عايز تشخص، واخطر ما في السمول بيس دي هو الاندوكاردايتس. والاندوكاردايتس يتشخص بحاجتين، انك في اورجانيزم في الدم تعمله بلاد كالتشر، بلاد كالتشر، وفي فيجيتيشن في القلب تعمل لها ايكو. بس كده، هو الانفكتيف اندوكاردايتس هما الكلمتين دول، ايكو وبلاد كالتشر. بس الاهم يعني مين اهم في الاثنين؟ البلاد كالتشر. الايكو اقل شويه. طيب يعني ممكن الفيجيتيشن تبقى صغيره ما كانش في الايكو. الاخيره من برينو بروليفيرتيف اسم بس. امال مين الثلاثه اللي الكومبلمنت بتاعها مش قليل؟ انافيلاكتويد والاي جي اي والهيموليتيكيوريميك. طب الانافيلاكتويد انا قلت لك بتتشخص كلينيكال، يعني عنده راش بيربرا يعني، وعنده حاجه في الجوينت وعنده حاجه في الابدومن وماشي، والسي 3 نورمال، السي 3 نورمال ما قلش، ما احنا الثلاثه كده. طب الاي جي اي، الاي جي اي ليفل في الدم بيبقى عالي وفي الكلى بيبقى عالي. واخر حاجه الهيموليتيكيوريميك، فاكر الرسمه؟ العيان عنده هنا الانفيرم اليورين والموليسيس والثرومبوسيس. معلش ان كنت طولت، بس هو الموضوع ان شاء الله سهل. اول ما هتقراه النهارده حتى لو شغال بطنه فاص، معلش اقعد بس عليه نص ساعه ساعه تمام، خلصه اقعد علم فيه كده، طبطب فيه عشان ما تبقاش الصفحه على الابيض يعني تمام، لحد ما تحتاجه بعد